السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، لكل مين عايش بأوروبا أكيد بيعرف هذا المنتج اللي أنا حورجيكم هلأ صورته. هي شركة بتصنع شوكولا وبسكوت وشغلات كتيرة، يعني من ضمن هالشغلات اللي مصنعتها في عندهم منتج عم يحذروا منه، إنه كل مين اشترى منه هذا المنتج لازم يرجعوا للمكان يلي اشتراه منه. بالإضافة في أرقام ارتكل اللي هو رقم يجي موجود وراء العلبة، هذول الأرقام اللي محذرين منهم. تمام، راح أورجيكم أنا هلا المنتج، وبالإضافة راح أورجيكم الشركة شو كاتبة عنه. فهذا الفيديو لكل الناس اللي عم تشتري من هذا المنتج، انتبهوا وديروا بالكم منه، لأنه عم يطلع بقلبه حبيبات معدنية، بالإضافة عم يطلع بقلبه حبيبات زجاجية، وبالإضافة عم يطلع فيه حبيبات خشبية. فهذا الموضوع هن صرحوا عنه وقالوا إنه نحن عم نبلغ الناس كلياتها مشان تعرف إنه هذا المنتج لازم يلي اشترى منه ينتبه ويدير باله، لأنه عم يطلع فيه هاي الشغلات اللي ذكرتها. رح أورجيكم هلأ أنا الصورة تبع المنتج، رجعوه للمكان اللي اشتريته منه. طبعا هذا المنتج عم ينباع بكل الأماكن، بينباع بالليدل، بالألدي، بالريفي، بكل السوبر ماركتات تقريبا. فراح اورجيكم هلا انا المونتاج، تفرجوا حبايبي. هلا هذا هو المونتاج اللي هو نيبون. هي انا كنت اشتري منها، والله كتير طيبه. بس في عندهم هلا دفعه جديده عاملينها، وهي الدفعه طلع فيها مشاكل، اتركن عليها. هي الارقام يلي محذرين منها، اللي هو هذا الرقم L291 و L292، ومكتوب عليها انه مدتها لشهر 3 2023. تمام، فعم يحذروا من هذا المنتج، كل من اشترى منه ديروا بالكم، رجعوه او قبل ما تاكلوا يعني شوفوا اذا كان في هاي الشغلات اللي ذكروها. رح اورجيكم الترجمه تبع هاي التقرير اللي عاملينه هم. هاي الترجمه حاطينها هون: على الرغم من كل العنايه الواجبه، اتضح ان الاجزاء البلاستيكيه ربما وجدت طريقها الى بعض العبوات. تمام، ليبون 200 جرام تجي. تأتي الأجزاء البلاستيكية من غطاء آلة التغليف. يمكنك إعادة العبوة إلى بائع التجزئة المتخصص لاسترداد سعر الشراء. يعني عم بقول لك إنه هي انتبه منها ورجعها. تفرجوا عندي هون، كمان هون حاطيكم إنه أختون جيزون هاد جفا، وحاطيكم هون إنه الأشياء ذكرت لكم إياها اللي هو المعدنية والخشبية والجلاس. رح أورجيكم كمان الترجمة تبع هذا التقرير. هاي الترجمة حاطينها هون: الأجسام المعدنية الغريبة وشظايا الزجاج والخشب والبلاستيك. تمام، يمكن أن تسبب إصابات خطيرة في منطقة الفم أو الحلق، وكذلك إصابات داخلية أو نزيف. يجب على المستهلكين الذين يمتلكون أحد العناصر المتأثرة التوقف عن استخدام المنتجات المتأثرة وإعادتها إلى تجار التجزئة. تمام حبايبي، فانتبهوا من هذا الموضوع وديروا بالكم، كل من عنده منه لهذا المنتج رجعوه وانتبهوا من هذا الموضوع. بتشكركم لحسن المتابعة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملوا لنا لايك لحتى نستمر بالمعلومات. بتشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.